ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل. وسؤالنا رغم انه بديهي جدا جدا في المجتمعات الشرقية، بتكلم عن المجتمعات الشرقية، السؤال اللي بيقول مين اللي بيصرف على البيت، الست ولا الراجل؟ في مجتمعاتنا كان المعروف ان الاجابة هو الرجل، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها، نظرا لاختلاف اسلوب الحياة بالنسبة للمصريين، بفعل الزمن، بفعل العوامل الاقتصادية زي ما قلنا، بفعل اختلاف وجهات النظر، اختلاف التفسيرات اللي بقينا نسمعها دلوقتي من رجالة كتير ومن ناس كتيرة جدا جدا، خلينا مرة تانية نرجع نسأل نفس السؤال: هل الست مطالبة بالإنفاق على البيت زيها زي الراجل؟ هل الراجل ملزم بالإنفاق على البيت والأسرة لو عنده المقدرة، وحتى لو زوجته بتشتغل ومعاها فلوس بس عنده المقدرة يعني مضطرة إنها تشاركه في الإنفاق ولا لأ؟ طبعا اسئله كتيره جدا جدا، واعتقد انكم هتضيفوا اسئله كمان علينا، وهيكون ضيفتنا النهارده اللي منورانا وتجاوبنا على الاسئله دي من منطلق بقى ديني واسلامي وشرعي، الداعيه والدكتوره وقانوني الداعيه والدكتوره ملكه زهار، اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي، معانا في مصر البيت الكبير والمحاميه بالنقد كمان. يعني الواحد يجي لك ياخد الفتوى ويرفع الدعوه وياخد الحكم وهو ماشي. بنتكلم عن يعني جملة كده بنسمعها طول عمرنا: الرجال قوامون على النساء. الجملة دي بتتفسر بأشكال مختلفة أو بطرق مختلفة الأيام اللي فاتت. عاوزين نعرف منك مبدئياً أول سؤال كده: الست اللي بتصرف على البيت مع جوزها، هل ده واجب عليها ولا تطوع؟ وإمتى يكون واجب وإمتى يكون تطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. هاخدك قبل ما تاخديني. طيب ماشي. المفاهيم اللي موجودة ليس لها من الصحة أو من الواقع أو من الفرض أو الواجب الشرعي والقانون الإسلامي نصيب. اللي هي إيه؟ أي مفاهيم بالضبط؟ هقولك. أولا القوامة، واخد بالك؟ تاني حاجة النفقة. علشان عايزاكي بس تبقي معايا، واخد بالك؟ صح. وتحسي قد ايه انا بيتحرق دمي لما بيجوا يتكلموا عن النفقه ويتكلموا عن ما اعرفش ايه، ويقول لك تسقط النفقه، تسقط نفقه الزوجه اذا لم يتمكن الرجل من الاستمتاع بها. بصي، احنا تركنا القران، واخد بالك؟ خلفنا وراء ظهورنا وتركنا السنه، وابتدينا نتعبد بآراء فقهيه قد تخطئ وقد تصيب وقد تتغير، واخد بالك؟ ايوه، لدرجه ان كان دائما الائمه يقولوا ايه؟ يقول راي خطا يحتمل الصواب، وراي غير الصواب يحتمل الخطا، واخد بالك؟ وكانوا بيقولوا يعني امام ابو حنيفه اللي هم يعني بيتبنوه او متعبدين لرايه، كان يقول لتلاميذه: أراكم تصرفون في الأخذ عني؟ قالوا: لأنه الحق يا إمام. قال: لعله الباطل الذي يعني بعض احنا مش بنعمم، بس بعض الناس، لأنه السلفيين ما منهمش في أبو حنيفة خالص. لا والإمام مالك قال والإمام كلهم، لكن احنا بنتعبد فعلا بالآراء الفقهية، حافظين لكن مش فاهمين. النفقة حكم شرعي واجب وجوبا مطلق. يعني ايه حكم شرعي؟ يعني امر من الله سبحانه وتعالى، وبه وبهذا الحكم كان للرجال على النساء درجه، واخد بالك؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. سقطت الحته دي منهم او تجنبوها، واخد بالك؟ زي ما كنا بنتكلم قبل الهوى: ولا تقربوا الصلاه. طب ما تكملوا يقول لك القوامه، ومش فاهمين يعني ايه قوامه. انا هستفزك بس في حته صغيره. قولي. برضو بعض اراء الفقهاء، ايوه، مش هقول لك الشرع، بيقول لك: طب ما الست اللي بتشتغل، ما هي بتستقطع من وقت زوجها، بالتالي الفلوس اللي بتاخدها على الوقت دوت هي ممكن يبقى من حق جوزها. تسلمي لي، لانك اثرتي حاجه، واخد بالك؟ اثرتي نظريه رهيبه. يعني بيقولي لك ايه بقى عشان تبقي عارفه، يعني لما يجوا يكلموكي وتردي عليهم تردي جامد. انا هجيبك انت تردي. طيب خلاص اتفقنا. يقولوا لك ايه؟ النفقه دي، مش انا بقول لك حكم شرعي واجب بادله ثبوت وما الى ذلك، قطعيه الثبوت، قطعيه الدلاله، الادله بتاعتها. يجي يقولوا لك ايه؟ لا، النفقه
لا تفرض على الرجل إلا مقابل التمكين. تمكين يعني إيه؟ يعني المرأة تمكن الرجل منها، يعني الدخول والبناء والبناء إلى ذلك. ولذلك إن ليس لها نفقة طالما هي قاعدة ببيت أبوها، واخدة بالك؟ يعني لما تتنقل من البيت الأب، مين اللي قال لك كده؟ النفقة واجبة عليك وجوبا مطلقا بمجرد إبرام ميثاق النكاح، مجرد ما اتجوزتها بالظبط، مجرد طيب. فيقولوا لك التمكين، ورجعوا وقالوا ايه؟ لا، الاستمتاع. النفقة دي مقابل الاستمتاع، لأن الزوج بيستمتع بها فلازم يديها نفقة. طب ما هي بتستمتع بيك، ما بستمتع بيها، ما بتديلوش حاجة ليه؟ واخدة بالك؟ طبعا مردودة. احنا ناخد حلقات الاحتباس. الاحتباس اللي انت بتقول الاحتباس دي نظرية أخذت من اليهود. الاحتباس اللي هو فترة عملها هي مستقطعة بالزبط. من وقت الزوج. ايه هي الاحتباس؟ النفقة واجبة في اليهودية وفقا للتوراة والإنجيل وكذا على الرجل. ولكن إذا استقطعت المرأة وقتها، سواء كانت بتعمل بيدها أو في الخارج، واخد بالك، فهي انتقصت من وقت الزوج. من وقت الزوج. خلاص. ليه؟ لأن هي وقتها وكله، لأن ساعة ما بيعقد عليها اسمه القنوان. يعني إيه؟ يعني اقتنى. زي ما بتقتني الأباجورة أو الباص، الباص دي. فكل ما يدخل للمرأة وهو ملك للرجل. حتى إذا لقطة، يعني لقت مثلا جنيه في الشارع أو دولار أو أي حاجة، لو أخدته لازم تروح تديه لزوجها. بخلاف الإسلام مفيش حاجة اسمها عندنا لا مقابل الاستمتاع وفقا لأحكام الشرع الإسلامي، القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه الصحابة، لا مقابل الاستمتاع ولا مقابل الاحتباس. يعني إيه احتباس؟ دي طبعا نظرية الإمام أبو حنيفة. الاحتباس يعني إنها تظل مرهونة في البيت، واخد بالك، الوجود المادي. يمكن يعوز كوباية شاي هتبقى قدام عينه. الاحتباس المادي بالإضافة إلى ممكنة الاستمتاع بها. الاحتباس المادي مش المادي كنقود، المادي يعني المادي بجسدها. فإذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو ما، واخدة بالك، وهي محتبسة. وهي محتبسة على صغيرة ايه؟ كزوجة؟ احنا بنتكلم على زوجات. احنا بنتكلم على زوجة. ايوة واخدة بالك، يعني في لا يستطيع ان هو يعني يستمتع استمتاع كامل. فليس لها نفقة، وانما لو متجوزها عيلة صغيرة يعني ولا ايه؟ طبعا بس دي حالات يعني اصبحت قليلة يعني المفروض. بصي انا عايزة ادخلك معايا نبقى مع بعض كده انا وانتي، وتفهمي الكلام اللي بيقولوه وبيتحدف من بقهم. وهم اولا الاحتباس الناقص والاحتباس الكامل دي نظريه. هو بس معلش، هو مين اللي بيقولوه كلام اللي الفقهاء يا ماما والشارحين على احكام الشارع والقانون يا ماما؟ هو برضو الناس بترجع تقول يعني واسالوا اهل الذكر. ما هم بالنسبه لمعظم الناس معلش بس ربنا ذكر. ربنا سبحانه وتعالى اعطاكي، واخد بالك، تسمعي كلام الله وانت بتقرا القران، تفهمي وتتمعني. لان النفقه حكم شرعي لا يجوز فيه لا كل الناس تقدر ان هي تعتمد على قراءتها وفهمها للقران. في ما ناس هو احنا تعتمد على الفتاوى. احنا مفروض ان هم العلماء وانا اقلهم شانا، مفروض يتكلموا وفقا للنصوص، يعني استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية. حتى وإن كانت المرأة ذات قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، لا يملك الرجل أن يأخذ منها عود أراك، ده الأصل، إلا بطيب نفس منها. حلو، احنا كده رجعنا تاني للموضوع بتاعنا. أيوة. بس انا عاوزه انوه عن حاجتين. اسمحيلي، اولا ان احنا معانا تليفونات كتيره، بس عاوزين ما نقطعش يعني سير الحوار. يعني في انتظار تليفوناتكم ومداخلاتكم واسئلتكم كمان، والارقام هي على الشاشه. ثانيا عاوزين بس نشرح للناس الفرق بين الاراء الفقهيه والشرعيه. الشرعيه على حسب فهمي من كلام حضرتك هي اللي جايه من الكتاب، من القرآن الكريم والسنة. الفقهية هي الاجتهادات بتاعة الفقهاء وآرائهم وتفسيرهم وفهمهم. تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. وإذا العالم أو اجتهد أو الفقيه، لأن مش كل حد يجتهد، يعني في اجتهاد مطلق، يعني
واخده بالك؟ وده يعني مش موجود اجتهاد مطلق يعني في كل الاحكام، يعني في كل افرع الشريعه ان هو يتكلم فيها. لكن دلوقتي ما عندناش، احنا عندنا مجتهدين واخده بالك في افرع معينه. طبعا ما عندناش خالص اي حد مجتهد اجتهاد مطلق يا دكتور. اللي احنا بنشوفه في التلفزيون كلهم مجتهدين اجتهاد مطلق، كله بيتكلم في كله. لكن احنا عندنا التخصص مفروض اللي يعني مثلا متخصص فقه العبادات يتكلم في فقه العبادات. عندهم فكرة جميلة عن كل حاجة، لكن احنا بنفتقد التخصص. انت لو بعد الشر جالك لوز او 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 عينيكي تعبت، هتروحي لدكتور سنان؟ هتروحي لدكتور السنان اكيد. ولا هتروحي لدكتور العظم؟ حسب التخصص طبعا. فاحنا لو ادينا، انا كمصريين هكلم الصيدلية على طول، مش هروح لدكتور خالص. مش كده؟ يعني احنا المفروض ندي لكل انسان تخصصه. حتى انا معاكي في كل مجالات الحياه مش بس في الدين. بالظبط، حتى ما نبقاش ملخبطين سمك لبن تمر هندي. نرجع بقى للمراه المعينه مره ثانيه. امتى تكون مضطره او يعني واجب عليها انها تشارك زوجها في الانفاق، وامتى نقول للزوج لا ما تجبرش مراتك انها تديك من دخلها؟ الاصل الثابت ان الزوج عليه النفقه بس بقدر استطاعته. تمام. يعني مثلا هو يستطيع ان يصرف البيت المعقول، واخده بالك؟ ما تجيش هي تقول له لا تحمله أنا فوق طاقته. انا اصلي ما باكلش الا بتلو، انا عند بابي ومامي ما كنتش باكل. ما ان شاء الله ما اكلتش يعني انت يا اما تاكلي معاه زي ما بياكل لحمه جمالية، ما بيبخلش عليها مثلا. طالما على قد قدرته، واخده بالك؟ طب احنا معانا هند على التليفون. طب خلاص خليها على التليفون. هند اتفضلي. الو يا هند. زعلت. طب شفتوا قطع الخط؟ شفتي زعلت مين؟ خالد من اسوان معانا، اتفضل يا استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله انا ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ ازاي اهل اسوان كلهم؟ كله تمام الحمد لله، كلهم كويسين، سلمني عليهم. اتفضل يا استاذ خالد، عندك سؤال؟ اتفضل. انا السؤال بتاعي، طبعا انا راجل متجوز وفي كلام مشاكل عائليه بين انا وزوجتي، انه وصل الى الانفصال. فحبيت عشان خاطر الاولاد ارجع تاني، فجيت لقيت الست بتاعتي، لقيتها بتتفرج على البرامج اللي هو الانوار بتاع الشيعه. تشيعت وبقت شيعه. فحبيت ارجعها. فطبعا انا قعدت مع نفسي، طب ازاي انا راجل سنه، ازاي ارجعها وهي شيعه ارجع تاني؟ محتار. تمام. طيب اسمع بقى، عندك سؤال تاني ولا كده تسمع الاجابه معانا في البرنامج؟ اتفضل يا استاذ خالد. هو مراته تهيعت بعد ما انفصلوا وبدات تتبع برامج عن الشيعة. يعني هي عشان تتفرج على برامج يعني هو طلقها خلاص؟ لا، هو منفصلين، حب يرجعها. لقاها بتتفرج على برامج وقنوات شيعيه وتشيعت. تشيعت يعني ايه بالظبط برضه عشان اللي عاوز يفهم؟ يعني اتبعت مذهب الشيعي، واخده بالك؟ كون ان هي اولا كل المذاهب الفقهية الموجودة سواء السنة أو الشيعة وما إلى ذلك، لكن إحنا ادينا صور يعني خاطئة. ما هو بالظبط أنا عاوز أعرف هو إيه المشكلة. أيوة. لو هي حتى يعني شيعة، سبحان يعني الله، وهو سني أو شيعية وهو سني. هو ده اللي أنا كنت عايزة أناقشه. كنت عايزة أناقشه في الجزئية دي. أنت قصدك إيه؟ يعني مثلا في اشرحي له. في إنها بتسمع الآراء، لكن إن كانت بتتبع طائفة بمنهج معين بطريقة معينة، هو ده هنا يأتي الوعظ ما دامت هي ما زالت على ذمتك. لأن إمارات النشوز، لأن ده يعتبر نوع من النشوز. النشوز يعني هو أي إعراض أو خروج عن المعتاد. فأنت عندك الوعظ، وإذا كنت عايز توعظ لازم تكون فاهم هي بتسمع ايه وبتقرا ايه. وحته مش عاجبني كلمه ان انا منفصل عنها
يعني ايه انفصال جسماني ولا انا ما نشفعها؟ لا ممكن تبقى هي قاعده في بيت اهلها وكان في مشاكل يعني، فلما رجع يعني يرجع المايه لمجاريها لقاها بتتابع برامج. المهم في الاخر مش الخلاصه ان هي حتى لو هي بتتابع المذهب الشيعي احنا بنقول هو سني الاثنين مسلمين، هي ايه النقط اللي هي بتفكر فيها او بتسمعها؟ هو لو سمعنا يتكلم تاني على ما ناخد هند بقى على التليفون. لكن شكلك كده انك انت عايز يعني تطلقها وبتدور لك على سبب علشان تقول يا راجل ده انت اصولي، ويعني الاصولية يعني ناس طيبين. طب ناخد اتصال من هند. اتفضلي يا هند. اتفضلي. وطي التلفزيون يا هند بعد اذنك. اتفضلي. الو. ايوه. الو. ايوه هند. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك. الو. ايوه حضرتك. سامعينك يا هند. وطي التلفزيون وتكلمي. بقول لحضرتك انا اختي ليا اخت. ايوه. بقول لحضرتك. ايوه. ليا اخت. أيوة. اختي. سامعينك يا هند والله. اتفضلي. اختي كانت بتتخانق مع جوزها، كل خناقه تتخانق فيها يقول لها انت طالق. لا انت طالق. اخر طلقه راحت دار الافتاء. ماشي. فبعد ما راح دار الافتاء الدكتور الشيخ علي بومعه قعد معاهم معاه، فهي حكت له قال لها ايه. ماشي. فالشيخ علي جمعه قال لها انت رضيتي كلاسماتك ودي دي مراتك، بس خلي بالك دي مراتك بس خلي بالك. دلوقتي حصلت مشكله بينها وبينه واتخانقوا، فجاء عندنا فهو قاعد راح قال لها انت طالق انت طالق انت طالق على الطلبه بتاعتها انت طالق. تمام. فانت عايز تعرفي دلوقتي هي بتبقى في ذمته ولا هو عايز؟ هو بيقول لها بيقول انا مش نيتي طلاق. وبيقول لها انا ما دفعتش كفاره في الثلاث طلقات اللي فاتوا، فليه ان هو يدفع كفاره في دار الافتاء ويرفض الافتاء ويرجعها؟ قال ده حقيقه ولا؟ طيب حضرتك سمعتي السؤال، عندك سؤال ليها عشان ناخد تليفون كمان ونجاوب مره واحده؟ عندك سؤال ليها؟ طيب شكرا يا هند، هنجاوبك خلال الحلقه. عبد اللطيف اتفضل. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا مام. مساء النور. اتفضل يا استاذ عبد اللطيف. معلش بس عايز اعرض موضوع كده سريع على الدكتوره بملخصه. انا بتكلم على بنتي اتجوزت واحد من سنتين تقريبا. وانجبت منه طفل في خلال الفتره ديت. المهم قبل الجواز في اثناء الخطوبه ما كانش باين عليه اي حاجه. لكن فوجئنا بعد الفطوره بعد الجواز ان هو اساسا تارك للصلاه، ما بيصليش خالص. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه كان في علاقه قاسمه بينه وبين واحده زميلته، هو شغال في فندق سياحي كبير. العلاقه القاسمه ديت تجاوزت لحد ان بدا في اتصال بين العلاقه بين الشخصيه اللي هي معاه اساسا مع بنتي اللي هي مراته حاليا. اثناء الحوار والكلام ده كله ادعت اللي هي العشيقه بتاعته ديت ان هو طلقها من 4 شهور او 5 شهور، وفعلا جابها عندي البيت بقى 4 5 شهور، واقسمت بالله 50,000 مرة ان الكلام ده حصل والطلاق ده حصل. لما واجهته بالكلام ده وتأنكر الكلام ده وسابها عندي في البيت بقى 4 شهور. وبعد كده قلنا نحولها ودي، عملنا جلسه واتنين مع اهله واهلها، ما حصلش اتفاق. فحاليا عشان عايز يطلقها فبيطالبها ان هي تتنازع عن مؤخر الصداق بتاعها والنفقه عشان يطلب الطلاق. هل ده يجوز لي؟ طيب شكرا يا استاذ عبد اللطيف. وناخد بقى اجابه سؤال هند وسؤال عبد اللطيف، وبعدين نرجع للمراه المعيله مره ثانيه. بالنسبه لهند هي بتقول ان جزء كل ما يتخانق معاها يقول لها انت طالق. انت طالق. طبعا الطلاق بيقع. لكن احنا على ايه موضوع الكفاره بعد ما رمى اليمين اخر مره؟ مفيش حاجه اسمها كفاره. هي الا كده. الا اذا كان مثلا بيقول لها ايه، ان رحتي عند امك تبقي طالق. واخده بالك؟ ده ما بيبقاش طلاق، ده بيبقى تهديد بس. بنرجع له. لا هو قال لها انت طالق بالثلاثه. لا ده في الاخر. ده في الاخر. واخده بالك؟ لكن اللي هي بتقول كفاره. هو بيروح دار الافتاء، بيروح يقول لهم انا حلفت عليها علشان نوع من التهديد او كده. فطبعا المفتي مش هيدخل جوه قلبه، لا بياخد كلامه. طيب خلاص، يبقى انت كده كنت بتهددها، يبقى في كفاره، يا اما تصوم 3 ايام يا اما تطعم 10 مساكين او تكسوهم او كده. خدت بالك؟ وتتكرر هذه الامور. فجي في الاخر اللي هو الحته بتاعت المفتي السابق علي جمعه، ما وقعت مني دي. لا ولا حاجه، قال له يعني عليك كفاره وما تعملش كده تاني. اللي هو الافتاء. وسمع الحاله منه واداله الفتوى بما يرضي الله. هو بقى اخر حاجه بيسالوا عليها ان هو في خناقه اخيره قال لها انت طالق بالثلاثه. نعم.
اخر خناقه لها طلق بالتلاته، يبقى وقع. قالت له نرجع نروح الافت دار الافتاء. والله واحد دار الافتاء. اه ف وممكن ونشوف هناك موضوع الكفاره مره ثانيه. قال لها ليه وارجع ثاني اخد الكفاره؟ ما انا عارف خلاص وارجعك من غير ما نرجع دار الافتاء. لا لا اطلاقا هنا وقع الطلاق وما فيش حاجه اسمها انا نيتي اصلي ما كنتش عارف ان انا ده انا كنت غضبان ده انا كنت لا طبعا. وتجنبه انه يروح دار الافتاء، ولازم لما تروح دار الافتاء هو يبقى معاها. وانا بطالب بدار الافتاء وقلتها وبكررها وساظل اقول يستحلف حتى اذا كان كاذبا حتى يكون فيرد على كذبه، فهي تبقى عايشه معاه وهي يعني زوجه شرعيه بالنسبه لها. اما بالنسبه له هو فهي هتبقى بالنسبه له اجنبيه لو استنفذت عدد مرات الطلاق. وعايزين في دار الافتاء من فضلكم نكون شديدين، يعني في شده شويه من التحايل على الاحكام الشرعيه القائمه. تمام. طيب بالنسبه للاستاذ عبد اللطيف اللي بيتكلم عن بنته وقال ان جوزها قال عاوز يعني يطلق ما عندوش مشكله بس بيتفاوض على النفقه والمؤخر وحقوقها الشرعيه. مشكله مصيبه مطبله واخده بالك. بالنسبه للصلاه او كذا دي علاقه بينه وبين الله. لكن العلاقه الاسم اللي هو بيتكلم عليها وجب هنا اذا ثبتت وجبت الفرقه بلا طلاق. الفرقة بلا طلاق. بلا طلاق يعني إذا يعني ثبت علاقته بزميلته اللي في الشغل يعني علاقة ثابتة. طب ما دي عايزة 4 شهود، دي حاجة صعبة جدا إنها تثبت. ما أنا بقول عشان كده. ولذلك فإن هي لما راحت لوالدها وحصل تحكيم وهنا بيقول لها أنت اللي عايزة تطلبي، يبقى أنت بتضرني ضر ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أنت بتعمل ده كله عشان تقول لها اجريني اخلعيني. طب ما دكتور أنا معاكي بس نتكلم على أرض الواقع. هو النهارده لو راحت المحاكم ممكن تقعد يعني شهور أو سنين كمان. بصي إحنا بناء يعني تعمل إيه عشان تضمن حقوقها وتتطلق لو عايزة؟ شوفي لابد ان تتمسك. لان عنده ايه ليه بتطول القضايا؟ لان ما بيبقاش فيه الادله. طبعا ده قهر للمراه على فكره وساعات بيبقى قهر للرجل واخده بالك. لكن انك تثبتي الضرر، الضرر ممكن بالقول او بالفعل. يعني ممكن يكون في عنف ايجابي، ممكن يكون في عنف سلبي، وده نوع من انواع العنف السلبي. ولذلك شهاده يعني رجلين او رجل وامراتين انه بيضارها وان كان في تحكيم، دي بتعطيكي الطلاق للضرر وللاساءه او لسوء العشره او عدم الاضطرار. بس بقى هتقعد بقى في المحكمه قد ايه؟ في كام درجه؟ احنا بنتحجج. انت بقى محاميه كمان دلوقتي؟ نعم. يعني كمحاميه بسالك هتقعد كام سنه في قضيه الطلاق؟ ما انا بقول لك احنا عشان الدوائر القضائيه سيبك من ده كله، احنا حته التاجيل وتاجيل التاجيل لزوم التاجيل وتاجيل تاجيل التاجيل واخد بالك، هو ده اللي اوقف يعني الاحكام الشرعيه انه خلى المراه زي ما انت بتحافظ بقى على كرامتها وتسيب حقها وتمشي. حرام يعني هتقعد في المحاكم سنين يا دكتور برضو؟ مش سنين. احنا نعالج بقى يعني احنا هنفضل لامتى نقول ما خلاص بقى يعني تنزلي. طب انت تنصحي والدها بايه دلوقتي؟ انا انصحه بالالتجاء الى القضاء. الالتجاء الى القضاء. القضاء وانت عندك الناس اللي كانوا بيعملوا اجتماع، المهم هتكون شهاده الشهود رجلين او رجل وامراتين. وانصحك انك تجيب رجلين لان دي بتبقى اقوى امام الهيئه القضائيه، لان الستات ساعات كده يعني بتفوت معاهم بعض التعبيرات او الكلمات، فياريت انك انت تستدل باللي انت اجتمعت بيهم، وهؤلاء سيشهدون معك وسيثبت انه ضررها ضرر متوسط. نرجع مره ثانيه بقى لموضوع القوامه والانفاق في البيت، وسؤال كده برضو بيطرح ساعات. واحده رجاله بتقول طالما بصرف عليها لازم تطعني. ايه رايك في الجمله طبعا دي؟ كل ده مردود. مردود يعني كل ده الطاعه حتى ولو لم ينفق عليها. حتى ولو لم ينفق عليها لانها هي مش بتطيعه. وبعدين انت كمان بتطيعها. لا دايما بيستشهدوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو لو في يعني سجود لغير الله لامرت الزوجه. لا ده مردود على فكره لزوجها. نعم اثبت الامام ابن حزم رد هذا الحديث واخد بالك. لا يعني
رد هذا الحديث. لكن انا هتكلم في حاجه، الراجل المرأة بتطيع زوجها. هو على فكرة الإمام ابن حزم كان تخصص فقه مش حديث. ما هو الفقه حضرتك بتقولي ما ناخدش كل آراء الفقهاء. لا يعني أنا مش بقول لك، أنا بقول آراء اللي هي لو عاوزين متخصص زي أقول أبو داوود اللي هي بتتعارض مع القرآن والسنة. يعني القرآن والسنة، القرآن والسنة ما بيقلكيش النفقة مقابل الاحتباس، ما لكيش النفقة مقابل التمكين، ما لكيش النفقة مقابل الاستمتاع. وهنا إن هي بتطيعه علشان النفقة، لا هي بتطيع امر الله في شان زوجها. يعني هي الطاعة واجبة سواء بينفق او ما بينفقش. بالظبط. بس اسمعيني يا هبهوب. حاضر اتفضلي. ركزي معايا. حاضر. بصي لي كده وركزي. اتفضلي. ايوه كده. بصي، هي بتطيع امر الله في شان الزوج. واخدة بالك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب ووجد انه على حصير وكذا، قال له ان لقيصر وكذا يا رسول الله، قال هل ادلكم على خير من كنوز كسرى وقيصر وكذا؟ المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. شوفي في منتهى يعني المرأة اعظم عند رسول الله وفي ميزان الحق الإلهي. المرأة ايه؟ المرأة الصالحة من كنوز قيصر وكسرى وهذا. فهنا المرأة بتطيع امر الله في شأن زوجها، كما ان الزوج يطيع الله في شأن، يعني يطيع ويخضع لأمر الله في شأن زوجتها. طب معلش بقى سؤال أخير، بعض الناس بتقول، يعني مش بعض الناس طبعا، هو في حديث بتقول إن الملائكة بتعلى عن الزوجة اللي زوجها بيبات غضبان عليها. أنا أقول لك معنى يعني معنى الحديث، مش حافظ النص. بدأ مؤخرا ينتشر ما معناه إن كمان الراجل اللي مراته تبقى زعلانة منه بيلعن في كل خطوة، هل الكلام ده صحيح؟ طبعا لا ده صحيح ولا ده صحيح. تمام. واخدة بالك؟ ما هو إحنا لما نفتح حنفية الآراء بقى اللي قائمة على الهوى، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لم يكن هواه تبعا لما جئت به. والموضوع سكن وعدة ورحمة بين الطرفين. لما جئت به تبعا لهواه. يعني يقعدوا يمسكوا كده، يمسكوا الحاجة ويفندوها أو يعملوها على حسب مخهم وعلى حسب الآراء، وخصوصا إن ابتدت تبقى في زحمه جدا في الكلام وزحمه جدا، وغير المتخصص بيتكلم وقرا له حته كتاب فقهي او كتيب فقهي ابتدى يتفلسف ويقول لك كلام. يعني انت لو سالتيني في اي فرع من فروع الشريعه اقول لك لا، احوال شخصيه من فضلك. تمام. واخده بالك؟ لان المفروض الانسان يتكلم في تخصصه علشان ما تحصلش هذه البلبله. يبقى اذا المراه من وقت ميثاق النكاح، يعني من وقت كتب الكتاب، تطيع الزوج، تطيع الله في شأن زوجها. تمام. واخد بالك؟ والرجل من وقت كتب الكتاب ملزم بإيه بقى؟ يطيع، ملزم بنفقتها وبكل حتى بيت أهلها قبل الدخول. أيوه. قبل الدخول. اتقوا الله في لأن الأحكام الشرعية بتترتب فور إبرام ميثاق النكاح. عظيم. واخد بالك؟ كل الأحكام بتترتب. تمام. واخد بالك؟ فهو لو اختلى بها، هل ده حرام؟ هل يقاب على حد؟ لا يقاب على حد لأنه زوجها شرعا، فوجب عليه وعليها أنها لا يعني ما تعملش أمر يؤثر في علاقتها بينها وبين زوجها اللي هو ده، حتى وإن لم تنتقل لبيت الزوجية، لأن لا ولاية هنا للأب، الولاية أصبحت للزوج. الولاية أصبحت للزوج. القوامة أصبحت للزوج. سريعا بعد أن وقتنا بيجري، نرجع لموضوع الإنفاق. الست غير ملزمة بالإنفاق، لكن لو أنفقت بيكون بتصيب نفس وخاطر منها. واخد بالك؟ دي ممكن هي اللي تنفق وهو يكون موقع ده لسه كان هسألك فيه. نفترض الظروف الزوج لا تسمح بأن هو يشتغل هنا أو يصرف على البيت. تؤجر على هذا الشيء. تصوري بقى كانت في عندك وقت نتكلم عندنا دقيقة. طيب
فاطمة فاطمة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة عبد الله بن مسعود كانت بتعطيل، أنا ما كانش في شغل هو وابنه، كانت بتجي وقالت لهم، لأن كانت بتشتغل بإيديها يعني، كانت عاملة في بالكفين يعني، فقالت لهم أنتم معطلين عن الصدقة، فقال لا والله لا آخذ منك شيء حتى تذهبي إلى رسول الله وتستأذنيه وتسأليه. فراحت وقالت له إني بصرف على عبد الله بن مسعود وعلى ابنه لأن ما عندهم شغل. قال لها إنها صدقة أعلى أنواع الصدقات. شوفي أعلى أنواع، تصوري تصدق على بيتها وعلى زوجها، على زوجها يعني، زوجها إن كان في كلمة تقيلة برضو إن كان في لا صدقة يا ما هو الصدق، الصدق إيه دي الصدقة دي أعلى أنواع، زي إيه زي نفقتك على زوجتك صدقة. يعني اللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته صدقة، تحتسب صدقه. يعني مثلا هقول لك حاجه هبه، بصي لي يا هبه معاكي انا والله انا ببص على الاسئله بحاول اعتز الاسئله، لما يعطيها معلقه رز في بقها كده يقول لها كلي يا حبيبتي، مش اطفحي لا بعد الشر يعني، يعني كلي يا حبيبتي، لو في كل حبه رز دي له بها اجر عند الله. لكن مين اللي بيعرف؟ مين اللي يعرف؟ مين اللي بيفهم؟ وعلى فكره احكام النفقه في صراع دائم بين المراه وبين الرجل في حلبة الصراع الزوجي القائم في حضرنا المعاصر. دكتورة ملكة زرار والمحامية بالنقد، مش هيكون آخر لقاء لنا مع حضرتك، أكيد هيبقى فيه لقاءات متعددة الفترة اللي جاية، لأن أحوال الشخصية ما بتخلاش من أسئلة ومن مشاكل، ربنا يعني يحلها لنا جميعا. عاملة زي شبكة الصياد وفيها مغالطات كتيرة قوي. بشكرك نورتينا في مصر البيت الكبير، إن شاء الله نكون معاكي قريب في حلقة من الحلقات اللي جاية. مشاهدينا زي ما أنتم، الفقرة اللي جاية هتكون فقرة مع الفنان الشعبي الجميل شعبولة، وللأسف يمكن بيعتذر زميلي الأستاذ أشرف عبد الباقي عن الوجود، لان يعني عنده شويه بس تعب في الفم، في يعني دكتور السنان كان عند دكتور السنان فمش قادر يتكلم، فهكون معاكم الفقره اللي جايه انا والفنان شعبان عبد الرحيم زي ما انتم. اسفت الفاصل وراجعين.